قدم رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر التعازي إلى ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا. وقال الشيخ الخنجر في تغريدة له: بأشد عبارات الحزن والألم الشديدين، نقدم التعازي لضحايا الزلزال الذي ضرب الجارتين تركيا وسوريا، ونعلن وقوفنا جنبا إلى جنب مع الشعبين السوري والتركي، ونمد يد الأخوة نحوهم لتجاوز المصاب، ونسأل البارئ يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويمن على الجرحى بالشفاء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. أيها الأخوة المواطنون، نحييكم في كل مكان من استوديو التاسعة من قناة الفلوجة، ونرصد لكم آخر الأخبار. حقيقة يعني ممكن أنا أبدي بالخبر العاجل، حيث يعقد الآن اجتماع لتحالف السيادة برئاسة جناب الشيخ خميس الخنجر رئيس التحالف وزعيم أهل السنة والجماعة في العراق، وهذا الاجتماع له الخصوصية حيث يعقد بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد الشيعة السوداني ورئيس البرلمان محمد ركال الحلبوسي. إذن هذا الخبر هو الخبر العاجل للاجتماع الذي يعقد الآن لتحالف السيادة برئاسة الشيخ خميس الخنجر وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد الشيعة السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. لربما سنعود إذا أي مستجد بعد قليل. وطبعا نعم، الآن أيضا قناة الفلوجة عاجلها على الشاشة نفس الخبر. نرجع نتابع شؤونهن العراقيين في الجارة الجمهورية التركية، حيث تواردت أخبار بأن هناك عائلة عراقية، طبعا هذه الأخبار غير رسمية ونرجو أن لا تكون صحيحة، تتحدث عن وفاة عائلة جراء الزلزال متكونة من 8 أفراد. قيل أنها عائلة لشخصية عراقية من بيت الكبويسي، يعني من عشرة الكبويسات الكريمة، وأنهم جميعا توفوا، لكن لا يوجد تأكيد رسمي. من جهتها هيئة الرصد الزلزالي الوطنية التركية أعلنت أن الحصيلة ارتفعت إلى 4544 توفوا جراء الزلزال فقط في تركيا بغازي عنتاب والمناطق الأخرى المحيطة بها. هذه الحصيلة كانت قبل ساعتين، يعني بحدود الساعة 7. إن كان هناك مستجدات فنحن أيضا سنتابع هذا الأمر، لكن أنا يهمني أهلنا وناسنا العراقيين شنو أحوالهم. خلونا نرجع مرة أخرى إلى سعادة القنصل العام لجمهورية العراق في غازي عنتاب الأستاذ حسن عبد الواحد، أرد أسأل عن هذا الموضوع إن كان هناك أي مستجد. إذا أرجع للتذكير بأن حصيلة الضحايا الزلزال حسب ما أعلنت الجمهورية التركية ارتفعت إلى 4544. طبعا يعني الآن في تركيا أكو استنفار عام، يعني كل الشعب التركي مستنفر من أجل إنقاذ الضحايا والناجين الذين ما زالوا تحت الأنقاض. و يعني من تتابع الأخبار وتتابع القنوات التركية تلاحظ أنه الاستنفار مستمر بشكل كامل من جميع إذا أنحاء تركيا. نرجع نذكر بالبرومو رقم 1 إلى أن يتم تأمين الاتصال. الله
قدم رئيس تحالف استياداء الشيخ خميس الخنجر التعازي إلى ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا. وقال الشيخ الخنجر في تغريدة له بأشد عبارات الحزن والألم الشديدين: نقدم التعازي لضحايا الزلزال الذي ضرب الجارتين تركيا وسوريا، ونعلن وقوفنا جنبا إلى جنب مع الشعبين السوري والتركي، ونمد يد الأخوة نحوهم لتجاوز المصاب، ونسأل البارئ يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويمن على الجرحى بالشفاء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. طبعا اليوم مجلس الوزراء أقر ما يلي، خلينا نشوف قرار مجلس الوزراء اليوم. مجلس الوزراء يصوت على تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وسيكون سعر الصرف 1300 دينار للدولار الواحد. إذا تعديل، هذا التعديل تعديل مجلس الوزراء. التساؤل، هل يحتاج إلى إقرار من مجلس النواب؟ وكيف سينعكس هذا التعديل على السوق العراقية؟ يعني بصراحة حتى لا نكون متفائلين جدا ولا نكون متشائمين جدا، وخلينا متشائلين حاليا، يعني بانتظار التأثير كيف سيكون. إن كان هي خطوة بس أنه يلا نعدل، طيب ليش ما صار التعديل من زمان؟ ليش صار لنا سنين قبل الزيادة المفاجئة اللي صارت؟ كان 145 ألف، لكن الآن من سوينا 1300. طيب 1300 وراح نعدل عليها الموازنة التي سترسل إلى مجلس النواب، كيف سيكون إعكاس ذلك؟ إذا نرجع نذكر، مجلس الوزراء يصوت على تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وسيكون سعر الصرف 1300 دينار للدولار الواحد. منو جاهز علي؟ طيب القنصل ما موجود، السيد عدي العلوي رئيس تحالف الاقتصاد العراقي موجود؟ طيب جهزوا للضيف. إذا اليوم بانتظار الضيف، إذا احنا وياكم على الهواء مباشرة. وأذكر بالخبر العاجل، إذا تحالف السيادة كما ورد قبل قليل، إذا يعقد الآن اجتماعا برئاسة الشيخ خميس الخنجر وبحضور رئيس الوزراء محمد شاع السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر. يستقبل الآن رئيس الوزراء محمد شاع السوداني. هذه آخر المستجدات والأخبار، وللأسف الشديد التأمين الاتصال لم يتم مع الأستاذ حسن عبد الواحد القنصل العام لجمهورية العراق في غازي عنتاب، ولم يتم تأمين الاتصال أيضا مع الأستاذ عدي العلوي رئيس تحالف الاقتصاد العراقي. والآن بانتظار إذن ضيفنا الكريم اليوم إلى أن يجهز، أنا وياكم على الهواء مباشرة، ننتظر أن يجهز. إذن حقيقة أنا اليوم أعود مرة أخرى إلى محافظة صلاح الدين وإلى مدينة تكريت. أريد أحكي رسالة أولى. نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من وصاياه العامة لكل المؤمنين بأن يكون طريقهم هو طريق الإيمان الحقيقي، بأن نجمع ولا نفرق، ونوحد الصفوف ولا نشتتها، ونبيض ولا نسود،
ونحنن ولا نجنن. هذا يجب أن يكون انعكاس تربوي للتعامل مع قضايا المجتمع. ليس من الصحيح أنه في عام 2023 ما زلنا ننظر إلى أجزاء العراق بمناطقية. صح كل منطقة أو كل اتجاه من اتجاهات العراق أهل الشرجية وأهل الغربية وأهل الشمال وأهل الجنوب، أكو تنوع، وهذا التنوع يجب أن نتعامل وياه إيجابيا لا سلبيا، وأن لا يكون توزيع مناطقي يحسب بحساب المصلحة السياسية، وإنما يجب أن يحسب بحساب الرؤية الوطنية. لهذا أنا من أشوف محافظة صلاح الدين، ومن أشوف مثلا محافظة ديالة، ومن أشوف محافظة كركوك، أنه الأبعاد السياسية منعكسة انعكاس مباشر على الخدمات المقدمة لها، والتعامل قد يكون بتمايز، فهذا يخلينا نعيد الحساب وننظر إلى ذلك نظرة مستجدة وواقعية. حقيقة عندما نتحدث عن تكريت، فيسرني اليوم أيضا في حديث الثلاثاء أن نستضيف حكيم تكريت ومثقفها الأستاذ هاتف الثلج. أستاذ هاتف حياك الله مرة أخرى في استوديو التاسع. أهلا وسهلا بك. يعني أنا أرد أسمع منك كلمة أولى بالبداية، يعني من المؤكد أن الأستاذ هاتف الثلج كصحفي كبير، كمثقف عراقي كبير، وكحكيم لتكريت ومثقفها المعروف على مدى عقود، يعني أول شيء هل لك من وجهة نظر فيما يخص آخر المستجدات السياسية بالعراق نحو سعر صرف الدولار، وأنت اشتغلت سابقا في مؤسسات الدولة العليا، بماذا تنصح الآن أمام الإجراءات الجديدة؟ تفضل قبل ما نروح إلى صلاح الدين وإلى تكريت. تفضل. نعم أشكرك. يعني انخفاض الآن الدولار إلى 130، بالتأكيد التاجر راح يبيعه ب 140. نعم. أولا مراقبة مزاد العملة وضبط التهريب. التعامل داخل العراق يجب أن يكون بالدينار فيما يخص الألكترونيات، الموبايلات، معارض السيارات. لابد من السيطرة الحكومية على هالقطاع، والقطاع الصناعي أو التجاري، استيراد الأجبان أو المواد الغذائية أو قطع الغيار، يجب أن يبرم عقد بيننا وبين الدول بالأخص المجاورة اللي نستورد منها. نعم. أن يكون الدينار مقابل عملتها. العراق سلة الغذاء كان، لكن الآن أصبح سلة الغذاء لبعض الدول. يعني الدول المجاورة للعراق بسبب هبوط عملتها، هاي كلها أثر سلبيا علينا. يعني لو كان موقع العراق وسط أوروبا ما نعيش هاي الأزمة والتخبط. فينبغي حتى تستقر هذه الأمور أن يكون التعامل هنا. يعني شنو معارض السيارات إلا بالدولار؟ شنو موبايل ما يقول لي بمليون يقول لي بكذا دولار؟ هاي مفروض مراقبة شديدة عليها. يعني البارحة آخر شيء زودوا أمبيرات المولدات وصلوها 22,000 دينار. تقول لي يقول لك زاد الدولار، هسه من انخفض راح يخفضوها؟ لنشوف. يعني 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 أستاذ هاتف أكو شغلات أنت جاي تأشر أنه ما تنباع إلا بالدولار، بينما احنا جاي نشوف دول العالم ممنوع، دول العالم لازم بعملتك المحليه، ما يقدر يعني يقيمها ممكن بالدولار بس مو الا دولار. هو هذا انا اللي اقصده. ايه؟ يعني بس العقارات يمكن بالله يبيعوها بالدينار. معارض السيارات، الاكسسوارات، الالكترونيات، الموبايل، كلها بالدولار. شنو نصيحتك للحكومه بهذا الخصوص؟ يعني هو قلنا أنه يعني مزاد العملة خلي يراقب بشكل دقيق، خلي يمنع التهريب، خلي يعني خلي تخلي عينها. الآن شوف السلطات ده تشتغل على التهريب مثلا، وشوف حتى بدأوا يعني بدأت تخف تهريب مو بس العملة، العفو المخدرات وغيرها. فهذا الدولار أهم شيء الآن، إذا ما يتابعوا وما يعرفوا وين يروح وين يجي،
ترى فترة وهم يعني هذا الانخفاض ما راح زين هسه من صعده وكل الأسعار وانخفض راح ينزلوها شلون شو راح ينزلوها؟ لازم سيطرة حكومية تامة على الأسواق وعلى كل وقلت يعني التعامل مع الدول يجب أن يبرم عقد الدينار مقابل عملتهم هذا أهم مقترح. تمام أستاذ هاتف شنو اللي وصلك من ملاحظات أو تنويهات أو ردود فعل عن حوارنا السابق قبل ما نبدأ بحوارنا اليوم؟ والله يعني أحرجوني يعني وصلتني رسائل طبعا يحيوك وما يصير أنا يقول لك دي جامل أنا خادم أهل يعني وناسي العفو الله يبارك أنت ابن العراق يعني قالوا في التعليقات أساتذة قالوا شلون اثنين التقوا أنت وأنور الله يبارك توقعت راح تمد يدك على عقالك هذا عقال الشرف الله يبارك قالوا اثنينكم زين التقيتوا هذا الريدها فإجتني حتى من محافظات أخرى يعني تذكر كنت أقوم بجولات بالثمانينات أروح المحافظات أقدم ملف كامل للجريدة وبالإذاعة والتلفزيون فالآن دي يطالبون اللي جتنا هواية فأكو منها مثلا من حكينا على الأخفوا أو ضيفوا عسكريين بجريمة سبايكر البشعة يعني سلام فارس الصعب هو وأولاده وحفيده استضافوا أكثر من 70 شخص وقاتلوا ودافعوا عنهم إلى أن وصلوهم البغداد وحتى استشهد بتفجير ابن أخوه مصطفى حارث وابن عم النقيب سرمد حسن استشهد بسامراء ولحد الآن من سنة 16 أو 7 حتى حقوق الشهداء ما حصلوا عليها اثنين أكو صار شبه التباس من تحدثت عن أخوة جبور الجبور احنا متصاهرين حتى وياهم اهلنا ان كانوا بالعلم او بالشرقاط او بالحجاج يبدو القسم ما افتهموا انا من قلت قاموا بمحاولتين انا اخو عندي كتاب عن المحاولات اللي صارت يعني هم اللي استشهدوا واللي انعدموا ما استفادوا منه لان اللي يجي من يقوم بحركه على اساس يقدم شيء بس مو يجي طالب بمناصب هاي ارجو ان يفهموها يعني عائله جباره الله يرحمه الناجي جبار أبوه الله يرحمه قدمت أكثر شهداء صح الشيخ ناجي وكان أي واحد ينخى من أي عشيرة يوقف له وعبد الله جبارة وأمية عادل 100 رجال أيضا استشهدت دولة لازم نذكرهم أما القاعل سرقتها البلدية تصور من واحد هو ضامن عليوي هذا طيار أيضا كان مشترك ومحكوم بالإعدام وسياسي وكان عضو مجلس محافظة حتى أخيرا قال أنا ما أريد الأستاذ أو الشيخ ضامن عليوي الجبوري قصدك نعم هو قال ما أريد أرشح عن قرايبي بالعلم أشكرك أنا ابن صديق عزيزه أنا ابن تكريت وكان بالمجلس المحافظة مسؤول عن الثقافة بهم يعني دزولي شغلات عجيبة تمام. غريبة إذا تسمح يعني لي إيه؟ إذا تسمح لي أنا قريت مثلا نعم. أكو صفحة اسمها تكريت قضيتنا صوت الحق نعم. يقول يعني هو يعني جاي يتحدث عن فساد بلدية تكريت لا يمكن السيطرة عليه ويتحدث يقول الكاتب الصحفي هاتف ثلج التكريتي يفضح بلدية تكريت وبعض المتنفذين بالمحافظة وينتفض ضد الفاسدين والله ما تكلمت إلا الصحيح عاشت إيدك النزاهة أفسد ما يكون بالمحافظة وين العدالة هاي هنا عندي سؤال وين العدالة موظف النزاهة يستلم قطعة بمنطقة 100 دار قيمتها 180 مليون نعم وخدمته ما تتجاوز 5 سنوات والموظف يطلع تقاعد ما يحصل شبر بالمدينة يعني أنا هذا جاي يحكيها الموقع يعني تحياتنا لهم يعني هم جاي يحكون بشكل عام لها حادثة حقيقية لا حقيقية وأنا أشرت إلها يعني قلت والآن يعني قدمت حتى المجلس القضاء راح أروح لأنه أي دعوة ضد البلدية لا بالنزاهة ولا بالمحكمة تمشي وهنا أيضا خل نجي كل قضاة لبتكريت من عشيرتين فقط ولا تكريتي أكو واحد كان من تكريت إلى نزاحه يلا ارتاحوا من يا عشيرة تحياتنا لهم كلهم قضاتنا بس من يا عشيرة ويا عشيرة
لازم يلا يصير قاضي والله بصراحة بس الأخوة العزة والجبور وتعرف أنا يعني ما يصير قاضي لو عزاوي لو جبوري أرفض. يعني هذا نظام عشائري نظام قضائي أرفض. نظام دولة شنو الآن في تكريت محاكمها كلها فقط من هالاثنين وهم ليش والباقيين ممنوع يصيرون لو ما يريد يصيرون الباقيين ما يريد يصيرون لو ممنوع يصيرون ولا يردوا لا شلون ما يردوا أقول لك واحد كان من تكريت ده ما أدري شلون ودوه راح لغير مكان فانزاحوا وارتاحوا أما مال النزاهة نذكرتها موظف ياخذ بيت بيوت لأن قياعي مميزة لي وين انطوهم للقضاة وين ساحة الاحتفالات جايين سوالها 400 مليون جايين طيب تمام نعم تمام انا بدي اقول نعم. وصلتنا فيديوهات حقيقه انا اشكر اللي يدز الفيديوهات لان الفيديوهات وصلت اليوم راح استعرضها أحسن. وكل واحد عنده ما يتعلق بمحافظه صلاح الدين خلي يصور عندك تليفونك بكاميرا هسه مو تليفون كم كاميرا بها اصور شق 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 فيديو ودزل انور الحمداني او دزل الاستاذ هاتف الثلج ونجي نستعرضه ونسال لكن قبلها استاذ هاتف تحملني احنا العرب نقول اللي بقلب الضيف يقرا له معذب مو صحيح نعم تمام على هذا الموضوع عندي كم صوره اريد استعرضها وياك واريدك لو توجههم رسائل لو توصفهم لو رسائل لهم لو توصفهم اول صوره ويانا صوره عمنا العزيز جناب الشيخ حسن للندى اذا تعرض له الصوره شو تقول للعم العزيز جناب الشيخ حسن ندى؟ أقول له طبعا تحياتنا واحتراماتنا إله الله يبارك بعمره وكل عمامنا وأهلنا نعم هذا الرجل تربطني به علاقة طيبة وقلت لك هو ضابط رجل ومهذب وشيخ ابن الشيوخ مو السابع ظهر يعني معروفين أنا الآن أريد يعني أريد منه كأخ وصديق أن يعني يلم الكل مو بس عشيرته يعني احنا بتكري نشوف متحالف يعني من بدا التحالف كانت ثلاث عشائر رئيسيه في تكريت على مر تاريخه اللي يجي من الشمال يروح هنا واللي يجي من حديثه هنا واللي يجي وكنا متآخين وشيوخ فعلا وكأنهم رجال دين وصلاة فالآن تقع على الشيخ الأخ أبو ندى أبو فلاح أبو فلاح مهمة كبيرة أن يصفي القلوب وأن يجمعهم وما يريد من يفرق وكافي يعني حتى النظام السابق صار له 20 سنة وانتهى خلينا نبدي بصفحة جديدة ولا نظل نخون الناس ولا نظل نوصل لمهاترات ما تخدمنا ولا تخدم طبعا هذا الجزء ما هذا الجزء عفوا مو الرسالة هذا الجزء ما متعلق بالشيخ حسن ابو فلاح لا انت بشكل عام جاي تقول ما نريد نوصل للمهاترات يعني عفوا هو حشاه هو ما صدر منه اي موقف بالعكس هو الرجل مظلوم وقاعد باربيل ويعني حتى ديرته والناس ممنوع يجي يعني هل هذا صحيح هذا هم كيف يكون هذا الشيء شلون مقبول الى الان يعني انه يبقى مهجر عن ديرته وعن اهله شوف مرة من صارت جريمة سبايكر ويدرون أني بحكم علاقتي بالجنوب ومحافظات افتريت لعدد من لأن خفت لتصير فتنة خطيرة كانت فطالبوا وقالوا المفروض الشيوخ تكريت يطلعون ويدونون قلت لهم أخوان ما راح أدافع عن أحد بس ثقوا ولا واحد بقى بتكريت ليش ما بقوهم من إجا داعش كلهم وبعدين بيهم رجعوا وبيهم زين هسه هو الشيخ حسن ليش ما يسمحوا له يرجع هو وافراد عشيرته واخرين انا يعني من دا وجه مو بس هو اريد كل الكبار والعقلاء وبالاخص مدينتنا ترى منكوبه ومظلومه صح خلي يوقفون يصيرون ايد وحده صح مو عشيره وانما صح. وفعلا مدينه واحده وعشيره واحده خلي نفتح صفحه جديده ونبدي نبني وطننا ترى وطننا جريح ترى مشاكلنا كثيره انه بنجي نزودها بهذا وذاك واتهامات ما تخدم هاي لا تخدمنا صح. ولا تخدم وطننا نعم الصوره الثانيه هو الـ نعم. العام العزيز ايضا الاستاذ الدكتور منذر المطلق يعني هو صهر الرئيس الراحل احمد حسن البكر الله يرحمه ويسكن فسيح الجنان
وما لقينا على صورة، بس هاي الصورة القديمة لما كان مع المرحوم الدكتور سعدون حمادي، عندما كان الدكتور سعدون حمادي الله يرحمه وزير خارجية، وكان الدكتور منذر المطلق كان سفير العراق وممثله في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف. هذه يعني صح. يعني شو توجه له من رسالة أو شو تريد تقول؟ طبعا دكتور منذر أيضا خارج العراق أعتقد في الأردن الشقيق. نعم في الأردن هو. أنا أريد أوضح لا دزيت لك صورة وتحياتنا وتحياتنا واحتراماتنا، إذا دز لي هسه حتى اشتغلها هسه نعرضها. إيه بس شنو رسالتك؟ ما أدري ما وصلتني. على كل هذا الرجل مهذب ومثقف، حتى من كان بتشيكوسلوفاكيا سفير اتصل هو وعمي جاسم مخلص أصدقاء، فقال لي يريد أعداد من آفاق عربية، وأنا كنت محرر بآفاق، دزيت لياها وكتب ويطالع الرجل. بس شوف خلنا ناخذ الجانب الإنساني، ما عليه من مناصبه ومعروف هو هم ثلاث أخوة ثلاث شقاء متزوجين بنات البكر الله يرحمه. نعم. هم عمام. هذا الرجل أيضا دي يتعرض لحملة ظالمة، يعني شوف أريد أوضح. وهم عمر الرجل، هم عمر الرجل فوق ال يعني فوق الثمانين. يعني إيه والله الله يعطيه الصحة والسلامة. فوق الثمانين. يعني 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 غير مقبول ما يصير. يعاني والرجل الآن متدين ويروح ويجي، ما حتى ما يطلع من الجامع للبي الا اكو صديق عندنا مشترك. قلت له اخوي ظل مر عليك كل يوم فد نص ساعه طالع القهوه طالع خلي يتمشى. اولا غادر العراق باب سنه 3 قبل ما يجي بريمر الى العراق. هاي وحده ولم يعد نهائيا لله بالتاريخ ايضا اطلاقا الا مره واحده دعا ورا سنوات الرئيس مسعود البرزاني ورجع وقال له تعال هنا، قال له انا قاعد هناك وتوسط الناس. شوف البيت مو هو الاجره لابن عمنا حاتم مخلص، لا بيت اخوه المرحوم مظهر وبعدين ومظهر اشتراه بالسبعينات اشترى سياره الله يرحمه ايضا بس بالسبعينات بحادث سيارة وين الجسر المعلق يعني هناك وبالسيارة وراح الله يرحمه. وكان بعده بمقتبل العمر كان رئيس مؤسسة. فمنذر أولا لا حضر اجتماعات ولا هو بيته، كان يريد يقوم بصلح ويا ولد عمنا رعد وحاتم خاله وابن عم أبو، هذا يقول له تعال ويا، قال له انا ما اقدر اشتغل في سياسه انا ما يعني رايح صح. بس اريد انتم ولد عام وما يصير تختلفون كل واحد بهاي فيصورون. واطلاقا ما ملتقي ببريمر لا مستحيل هذه فريه وكذوبه يعني هذه للتاريخ ولله. اولا واخيرا الدكتور منذر المطلق لم يلتقي بالمحتل الامريكي نهائيا اطلاقا. وهذه نعم. يعني ليش نوصل نعم. احنا لهذه الدرجه من محاوله تزوير. اريد اسالك عن شخص، طبعا تحياتنا الدكتور منذر الله يبارك فيه ويعطيه الصحه والسلامه. اريد اسالك عن شخص اخر الاستاذ ايضا نعم. ايضا مهجر الرجل والان بعيد عن اهله وديرته وعن عن بلد العراق، هو الاستاذ احمد عبد رشيد النجم الذي كان ايضا محافظ صلاح الدين الاسبق. شو توجه له من رسالة؟ آخر محافظ، آخر محافظ قبل الاحتلال الغاشم. هو من جيلي، من جيلي طبعا وجيراني. هو أخو الأخ مانع أيضا. هو آخر محافظ والرجل مستقيم وما عنده. بس يعني هل من المقبول إلى الآن أيضا يعني حتى دار سكنا إن أخذت؟ يعني هذه إحنا نريد نحط ملاحظات قدام المحافظ الحالي إنه ما يصير يعني يعني. يا أخي يا أخي مو بس الأخ أحمد يا أخي كل بيوتهم روح شوفه ما يصير فارغة ورايحة وأكو من عبثوا بيها، خلي يرجعون شعدهم عنده أكو عليه جريمة. وهم يعني هم الرجل مقاتل وخريج الكلية العسكرية ويعني ضابط من بطل وباسل ويعني الآن عمره بفوق الهم 70 سنة. يعني يعني هذا جاي يصير لازم يوضع يعني لازم ينقال هذه الجروح لازم يتم يعني نقول معالجتها صح حتى لا تبقى جروح مستمرة مو صحيح؟ أنا إيه إيه أسمعك لو أسأل أسأل أسأل. إذا تحياتنا الأستاذ أحمد عبد رشيد النجم محافظ صلاح الدين الأخير قبل الاحتلال الغاشم. تحيات. نجي على الشيخ إسماعيل الهلو المحافظ الحالي، شو توجه له من رسالة؟
والله أنا حكيت يمكن وأعتز به كصديق وكإنسان مستقيم ونزيه وابن عائلة محترمة، لكنه إذا ما يغير الكادر ما ينجح، وإذا ما يكون أكثر حزما، لأن هو مرات تأخذ الطيبة تلي شيخ وينخو ما أدري هاي، لا ما ترهم بتكريت ويراد يراد شغل. يعني هو قام بجولات وقت أنا رافقته بيه، الجولات وحدها ما تكفي، الكادر يتغير لازم، مزمنين كروسا دوائر بتكريت، يعني خلي يشد حزامه. وأنا قلت له الستيرن بيده، الستيرن بيده حتى الطالبة لو الستيرن مو بيده هو السائق، لا مو بيده 100%. لا إيه؟ لا لا خلوا نكون واضحين إيه؟ وأنا لا أخشى في إيه؟ قول الحق إيه؟ أي محافظ يجي أكو جهة هي تسيرة وتجيبه، وأي رئيس هي يعني العفو وحدة إدارية كان قائم مقامه وغيره يجي. حضرب لك مثل قبل كذا سنة، أنسى التاريخ، شكلوا أبناء تكريت بتشجيع مني ومن الأخ وليد عمر العلي أيضا إعلامي وكم خير بالمدينة ومثقفين، أسسوا تجمع القلعة، قلعة يعني ما القلعة التكريت، وبدوا شباب ومثقفين، وأنا كنت أقدم مشورة عن طريق الأخ وليد أو آخرين ومثقفين دعموهم، والدكتور القاص فرج ياسين، يعني كلنا دعمناهم. إيش صار بعدين؟ على أساس ينزلون بقائمة أهل المدينة وانتخابات، مرات أكو ناس مرضى متعلقين بالزعامة، كل من يجي يصير لا إيش دخلوا لهم، دخلوا لهم بعض السياسيين، عرقلوا مسألة حصولهم من المفوضية على إجازة انتخابات، والقسم الآخر سووا لهم هم من دول نفس السياسيين، أغروهم بمناصب بكذا، وكان بين ليلة وضحاها يتفلش هذا التجمع الجميل من مثقفين ومن كل عشائر تكريت، وكانوا الوطن عندهم أولا. فالسياسيين ما شاء الله عندنا يعني يأثرون على هواي أمور، وفعلا أخذوا ناس وياهم وما سمحوا للآخرين بالحصول على إجازة كذا الانتخابات المفوضية. هذا حالنا، حالنا مزري في تكريت، فليش دا أريد أن يكونون يد واحدة؟ أنا مو يعني أنا عراقي، أنا لا يفهموني، بس هاي المدينة يعني البارحة اتصل بي دكتور أستاذ جامعي من الديوانية، قال لي استاذ هاتف اللي حكيته بمدينتك ترى بمدينتنا لا يقارنون، دي يحرموها لانه هي كانت قاده من عندها او كذا. قلت له صحيح، بس احنا ما دا يفهمون واقعنا صعب، يعني اكو عندنا امور يعني لازم يلتفتون، وهذا ندائي لكل ابناء تكريت تمام ان يتكاتفون وان يكونون ايد وحده وان يبنون مدينتهم. تمام استاذ هاتف، انا استاذنك 5 دقائق بس، خلي نروح مرة أخرى إلى إلى الجمهورية التركية، روح للعاجل وارجع لي. ما شاء الله. إذن الآن وياي سعادة القنصل العراقي العام في غازي عنتاب التي تعرضت إلى هذا الزلزال المدمر، والله يرحم الضحايا ويلطف بحال الجرحى وعوائلهم، الأستاذ حسن عبد الواحد. أؤكد بأن كادر القنصلية لم يغادر حتى الساعة رغم الدمار اللي تعرضت للقنصلية والدمار اللي تعرضت لمنازلهم، لكن كادر القنصلية مستمر بهذه الأجواء بعمله. وأرد أسأل أستاذ حسن، ما حقيقة ما يقال عن وجود يعني ضحايا عراقيين؟ حياك الله باستوديو التاسعة، حياك الله. أهلا وسهلا أستاذ أنور، يا مرحبا. يا مرحبا، أهلا وسهلا بك وبجميع مشاهديك الكرام. الله يسلمك. حقيقة نما إلى مسامعنا اليوم للأسف الشديد يعني تسجيل حالات وفاة لمواطنين عراقيين من أسرة واحدة بعدد 8 مواطنين، لكن هاي الإحصائية حقيقة لم تردنا من الجانب الحكومي، ولكن وردت عبر الجوانب الأخرى بالاتصالات المستمرة
لغاية الساعة لم نتسلم من عندهم يعني أوليات أو أوراق الوفاة أو الشيء، لأنه أكو ملاحظة مهمة هنا. تم بالفترة الأخيرة يعني إحنا عبر قناتكم الكريمة ندعو الجالية العراقية الموجودين لا سامح الله في حالة حدوث الحوادث، في حالة يعني تحقق الوفاة أو شيء، إذا أخذوا تقرير طبي من المستشفى اللي موجودة المستشفى التركية فبإمكانهم التوجه مباشرة إلى حدود الإقليم، ويتفضلون الإخوان في الإقليم بإدخالهم بشكل مباشر. ما تحتاج يعني إلى شهادة وفاة عراقية، بل إنما هذه الإجراءات اللي تتم شهادة الوفاة العراقية تتم بعد دخولهم إلى الإقليم ودفن المتوفي إلى رحمة الله، ومن بعدها يراجعنا ونصدر له الأوليات كلها المطلوبة اللي هي شهادة الوفاة بعد التصديق من الجوانب، من الجانب التركي والجانب الحكومي، واستيفائها كل الشروط القانونية. نعم بالفعل، يعني احنا اذا لا سمح الله اذا صح الخبر فاحنا نعزي يعني عوائل الضحايا وعائلة الضحايا، لان الحديث عن 8 أفراد من عائلة من عشيرة الكبيسات الكريمة في الأنبار انه توفوا جراء يعني بغازي عن تاب اللي نمل لكم الاخبار اللي وصلتكم. لا هم توفوا بمنطقة قريبة من غازي عن تاب، تقريبا 150 كيلومتر اللي هو منطقة اسكندرون، يعني اسكندرون اللي ما زال ميناها يعني في حرائق مستمرة. الله يطول طبعا الحال. هي استاذ انور حقيقة الاجواء هنا يعني تشهد يعني اضطراب كبير جدا، صح، لانه الزلزال لا زال بالعودة، لا زال في كل يعني كل ساعة الى ساعتين ترجع ضربة اهتزازية جديدة وبعضها قوي جدا، صح. اخر وحده كانت يعني على مقياس ريختر 5 درجات، صح، بمقياس ريختر يعني، فكانت قويه بالساعه 5 يمكن او الساعه 6 اليوم. طيب اريد اسالك، نعم، ساعات القدس، لكن وصلتنا اخبار انه اكو متوفين اخرين من بيناتهم طفل القنصليه، اكو متوفين اخرين راجعون الى القنصليه، كان احد ابنائهم احدهم متوفي والاخر جريح، أطفال وياهم أبوهم. منين هم بالأصل؟ من بغداد؟ من وين يعني؟ ومن بغازي عنتاب ساكنين؟ هم ساكنين في عنتاب ويمكن راجعين إلى على ما أظن إلى الموصل يعني. من الموصل. من الموصل. يعني أكو بيناتهم جرحى، لو شلون الطفل يعني؟ لا أكو أحد الأطفال متوفي رحمة الله، يعني هو مستلمه كجثة. بس الطفل الثاني كان جريح، بس هم معالجين الجراحة مالته بسيطة. وخرج متحسنا يعني. والبقية العائلة يعني وقع بيتهم، وقعوا المكان اللي هم ساكنين به. هو مصاب يعني، هو مصاب ووقع بيته، فاحنا جينا له وكملنا له الاجراءات، سوينا له جوازات المرور وجهزنا ويا الحدود، وتوكل على الله وكان ممتن جدا. نعم. هو ومجموعه من العراقيين اللي موجودين. نعم. بس هي بصراحه يعني استاذ انور المدينه بدات تشهد اجراءات اخرى يعني. تدري هسه الان مقطوع بها الغاز ومقطوع بها الماء، مقطوع بها البنزين. لا شلون عايشين؟ شلون عايشين الان انتم يعني كادر القنصليه ومواطن عراقي الجاليه العراقيه؟ يعني الجاليه العراقيه بدت اغلبها بدت تنجلي الى تروح الى اربيل وتروح الى كردستان وتروح الى الموصل، بدوا يطلعون من الغازي عنتاب، لان غازي عنتاب اصبحت اليوم اعلنتها هيئه الكوارث بان هي من المناطق المنكوبه، يعني المنكوبه، صح. نعم. سعادة القنصل، آخر سؤال، هل مسموح للمواطن العراقي المقيمين يعني سابقا المقيم ما إلى حق التنقل إلى مناطق أخرى، هل إلى حق التنقل داخل تركيا الآن ضمن هذه الإجراءات اللي صارت؟ والله هسه يعني أستاذ أنور بضمن هذه الإجراءات الاضطرارية أعتقد أن الحكومة التركية يعني سهلت هذه الإجراءات، صحيح صحيح، يعني حتى بالدخول وبالخروج صارت أسهل شيء، لأن هم يعني ينظرون إلى حالة إنسانية كبيرة جدا، صح. الزلزال مؤذي جدا وبنفس الوقت يعني خطير جدا، لأنه يعني يتكالب في كل ساعة في كل ساعتين، نعم. يعني سلسلة، نعم، من الزلازل يعني لها أول والله أعلم بنهايتها، نعم. فإن شاء الله إحنا يعني موجودين بها، بس بصراحة يعني الظرف ما عاد يسمح بالمعيشة الإنسانية، صح. يعني إحنا صار لنا ثلاث أيام إحنا صار لنا موظفي القنصلية بالشوارع بنفتر، يعني كل من قاعد بسيارته ويفتر، بحيث حتى يعني تتصور المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الأهلية من كثرة عدد الجرحى
اللي عنده يعني امراض الاعتياديه اللي هي نشله وقحه وصداع وشيء ما يستقبلوا لانه كثره الجرحى يعني. صح صح. اكو جرحى كثيرين يعني. طيب احنا يعني شلون نقدر نساعدكم؟ يعني ايش مطلوب نوصل لكم من خلال استوديو التاسع عبر رسائل مباشره المن؟ شلون نقدر نساعدكم؟ احنا هسه بدنا نتواصل احنا طبعا سيد وزير الخارجيه والسيد رئيس الوزراء كلهم متشكلين بخليه ازمه وبدنا نتواصل وياهم. ان شاء الله احنا راح نقترح انه يصير يعني يصير اجلاء للجاليه كان تكون مثلا بطائرات او شيء لاجل ان ننطي المجال للفرق الانقاذيه اللي بدها تشتغل هسه في سبيل انه تخلص الازمه ولربما يعني بعد اسبوعين ثلاثه يجوز الامور تتحسن اكثر وممكن العوده الى المدينه ان شاء الله. الله يلطف بالحال والله يرحم اللي مات ويلطف بحال ويشفي الموجودين ويساعدكم ويسلمكم. شكرا لسعاده القنصل العام لجمهوريه العراق لتفاعلكم الكريم. شكرا. هذا واجبنا استاذ حسن، هذا واجبنا. تحياتنا من خلالك الى كل كادر القنصليه والى كل العراقيين. احنا خدامكم. شنو المطلوب من عندنا؟ استوديو التاسع خدم لاهله. انتم اهلنا وكلكم اهلنا والله يحفظ الجميع. شكرا سعاده القنصل. شكرا جزيلا. ممتنين. شكرا. شكرا. يعني انا دا اشوف العاجل ايضا على قناه فلوجه سوريا ارتفاع عدد يعني الضحايا الزلزال الى 1832 وان الله وان يراجعون. يعني ما نقول الا ما يرضى الله سبحانه وتعالى. انا حقيقه نرجع الى الاستاذ هاتف الثلج حكيم تكريت واسال استاذ هاتف. وصلتني فيديوهات اريد اعرض لك اياها. اول شيء اكو جماعه راح مصورين القطعه وكاتبين لي هاي قطعه اللي حكى عنها الاستاذ هاتف الثلج. هل بالفعل هي هذه؟ بلا خلينا نعرضها. رقم 8 هل هي هذه بالفعل؟ لانه واحد مصوريها بس انا ما اقدر اكدها اذا انت ما تاكد لي اياها. خلينا نشوف رقم 8. اي تفضل استاذ هاتف. هاي صدق هذه؟ هاي صدق هذه القطعة سهل هاتف؟ نعم. واحد معلق قال شو يحكي على نفسه. زين أنا من إعلامي أكثر من 50 سنة ودافع عن حقوق الناس ومن أنظلم هيك ظليمة ما يصير أعرضها. العمارة قيمتها من 800 نزلت 300. يسد الأبواب ويروح لين ابن خاله القيم مقام قال له روح لا تدير بال. ونبهته قلت له بابا أنت تدريسي مو راعي حتى ما تفتهم. هاي وراها مشاكل وراها أنا مقدم دعاوى وهسه راح هي يمكن راحوا لهم باكر وهي راح النزاهة والوزارة وحتى رئيس الوزراء. بس أنا طلبت القائم مقام تكريت اسمه عمر الشنداح هو ابن خاله يصير. هو قلت لك استفاد من يا يعني وتكلمناك صديق. نعم من يا عمام عمر الشنداح؟ هم هم يقول ممكن ابو ناصر يقول ما يعني هذا كصميدعي بن عمته. فدا هم اصدقائي اهل اصدقائي وجيران. فقلت له يعني بعدين قلت له هاي الويبه طلعت منه يعني شنو يقدر يحكي من قرايبك يعني مو بعيده عنك. لا ثم منين هو باوع فديوم جدي قال لا تكريتي يحكي على تكريتي قدام تكريتي. قلت له هذا لغز. قال لي هسه اقول لك شلون لا تكريتي ولا اكو عشيره مطخ لا بالضبط. قلت له جدي هذا لغز. قال لي هسه اضرب لك مثل. زين قلت له الشياشه يقربونا. قال لي مو خوال خالك الدكتور جميل نصيف التكريتي منو خواله وبيت طاهر يحيى وعمامهم. زين قلت له فلان مسافرج. قال لي مو كذا ماخذين من يعني ماكو عشيره في تكريت اذا ما متداخله ويا عشيره اخرى. صح. يعني شلون تصير مصاهره وقرايب يصيرون هيك. بس للاسف مره فالدكتور طبيب اجى يعني انا هاي كلمه غريب ما بنقول ضيف اجى بتكريت بقى. فاني والدكتور فرج ياسين قال والله التكريت طيبين يخدموا للغريب اكثر من اللزوم. كان اضحك. قال لي ليش؟ قلت له افتهم ايش تقصد. هاي عندنا حاله فعان يعني الضيف اهلا وسهلا. شوف كانوا اثنين واحد من هالتكريت يبيع بشارع الاربعين بسياره نفس اجبان وواحد اجى من سامر هسه قرايب احنا جوارين وهم نسبه يعوفوا لي التكريت يروحون على هذا في حين نفس السعر نفس المواد. عزل التالي ما ادري اكو فد يعني شلون نتكاتف. قبل كنا بزمن جدودنا وابائنا
لا كانت اكو الان يعني واحد على كل شوف اللغز مال جدك اللغز مال جدك بعده مستمر عفوا شو تريد تقول؟ شو تقول؟ رئيس الوزراء من اجى التكريت طلعوا شباب من دول الناشطين والمحبين اي شبيهم وقفوا الموكب امتثل لهم الرجل نزل قال لهم تفضلوا احكوا للشكول قال لهم اخذوها يعني انا بس خل ارجع زين لحد الان ما لمسوا مو الرجل يجوز هو صدر اوامر وهناك ماذا تمشي كل شيء ماكو وراء من زار رئيس هيئة النزاهة نزاهة تكريت استبشروا خير قالوا ايه هسه الان راح يبدأ النفض توقعوا يصير تغيير ما صار ايضا اي شيء هسه شوف من زار رئيس الوزراء الموصل اصدر قرار ممتاز كان هناك شكو لازم تروح مكاتب استخبارات وامن حتى لو تريد تطلع جنسية صح. تدقيق ويلعبون يعني طوبة بيك لغاء زين هذا من يلغى غير يشمل تكريت وغيرها والمحافظات صح. لا بتكريت لحد الان اول برحش صدره والنوب كوبونة الوقود شلون يعني ليش انتاج تكريت وليجيها باليوم مليون لتر زين ايش قد راح يوزعون خلينا نقول 400 600 وين تروح هاي مأساة تكريت مو منطقة حدودية طيب سؤال المحافظ بأربع محافظات المحافظ يدري يعني هاي ما يدري إذا ما يدري والله طب. مشكلة إذا ما يدري هل اتصلوا اتصلوا بي ايش قالوا لك لاتصلوا بي يعني يجون شوف يجونا من الموصل من كركوك من ديالة التكريت يزودون بالوقود من تكريت وبن تكريت شو يسوي سؤال ممكن أسألك نعم عندي هاي الفيديوهات خلنا نعرضهم على السريع حتى تعلق عليهم دزوا لي هذا الفيديو يقولون هذا نعم. مجلس المحافظة مجلس محافظ صلاح الدين المدمر خلينا نشوفه بالكامل مجلس محافظ صلاح الدين المدمر هذا المجلس بعد مدمر لليوم ايه هذا من العملية الإرهابية اي صحيح ذاك هو لان هاي صورة اليوم لان هاي صورة صحيح لا طيب ومجسر الدلة او الدلال الدلة وهذا مجسر هاي شنو مجسر هذا بعد أهمية هذا بقلب المدينة هات تعرف ايش قصر له ايش قصر له من سنة 12 هذا صار له 11 سنة 2000 صار له 11 سنة من 2012 نعم. اليوم ما صلح وشوف المحال التجارية شلون متأذية شوف السيارات شوف الناس منين يروحون هذا صار له بالضبط سنة 12 تمام وهذا أنا رحت المدينة التركية بشهرين كملوا مدينة بأكملها مجسرات لأن على مدار الساعة العمل نعم صحيح تمام. شوف كلها متأذية من وراء أكو اسمه الجامع الكبير الجامع الكبير مكتوب لا للاستثمار في الجامع الكبير ومزار الأربعين اشرح لي اياها شنو هاي والله نعم هذا هجموا الأفندية استثمار شمال ابن المدينة فقالوا يا ابا شو تريد تسوي قال استثمار انا عندي إجازة ما اعرف شلون تطلع الإجازة مقابل ثمن فأحد الخيرين من بيت حبوس الصور قال راح المنظمة خيرية قال لهم تعالوا تبرعوا بمدرسة دينية حفظنا هذا الركن أكو ركن الأخ الآن ذي حاودوا زين هذا المزار التاريخي شلون هم يريد يسووا داير حبل هو صحيح. مزار تاريخ صحيح. مزار أربعين شنو معناه يعني جزء إحنا من بقية محافظة ما نعرف معناه شنو هذا معناه؟ هذا أربعين صحابي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحابة فانقتلوا بالمعركة فتح تكريت فاندفنوا بهذا المكان فأربعين صحابي فأطلق شو أول مرة شو أول مرة نسمعها شو أول مرة نسمعها ولا عمركم لا موجود ولا عمركم يتكارت أشرتوا بهذا الشيء بالعكس هذا سوي معلم إسلامي لا أنا كاتبها سياحة تجي لا أنا كاتبها إيه أنت حكيم تكريت بس كاتبها أصور فيديو وأنقل للعالم أربعين صحابي بمكان واحد وإلهم مزار ومهمل وبالعراق وبتكريت نعم نعم واستشهدوا بمعركة وأكل والآن أدعو الكنيسة كنيسة ما دزوا لي هالكنيسة خلي يصوروا لي أكو كنيسة الخضراء شوف عدت أخي كنيسة الخضراء في تكريت إجا فد مسؤول كبير يعني رجل دين من أمريكا قال لا تدلوني طلع الخريطة شكو مقابلها
اكو جامع كبير انبنى بفتح تكريت سنه 16 للهجره، فهاي انا ترى ناشرها انا يعني كتبت أكو ملفات أكو أكو, أكو, اكو جامع الكنيسة سنه 16 للهجره. شو نعم 16 للهجره بعدين ما فتح تكريت. اي فتح تكريت، فتح تكريت 16 للهجره. فهذا الجامع بمقابل كنيسه وحافظه وهسه هذا المزار بالله رقم 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 11، هذا الجامع الكبير ويا المزار رقم 11 بالله نشوفه مقابله مقابله. وشنو له الاستثمار؟ هذا المزار شنو جاي يصير؟ استاذ انور داير حبل داير هذا هذا الجامع رهيب. هذا الجامع بذاك العهد كله حدائق، وين يقع؟ يقع على اهم شارع تجاري يسموه شارع الأربعين نسبه للمزار، فهذا داير حبل شوف حدائق. وهذا هذا السياج مال المزار، هذا السياج مال المزار، هذا السياج يعني 40 صحابه، 40 صحابه لهم قبور موجوده للان بقبر كبير واحد اعتبره هو هذا. فاني وباسم حقيقي يعني حقيقي السادات، هذا حقيقي حقيقي يعني جت بعثه اي فناس تقول لا هاي أسطورة، لا بس هو لا موجود لأن معركة كانت أيام الفتح الإسلامي. حتى شغلة عبد السطيح، عبد السطيح نصراني هو مو يمثل كل تكريت، أكو عائلة وبعدين صارت مسلمة بقايا فما قبل أسلم، يقال من لحقه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالها ما أصير مسلم، وشيت هو والفرس شد عيون الفرس وشيت من القلعة من تكريت العتيقة، يعني تكريت لو يصير فيضان نوح ما تغرق لأن جبل يسموه قلعة تكريت على ارتفاع كلش عالي. أريد أسألك على السريع، جسر جامعة تكريت هذا دمر بأيام احتلال داعش لو قبله، وهذا بصف جامعة تكريت، وهذا ليش ما معمر به الساعة؟ وهذا شنو اهميته الجسر؟ لا لا باوع، احنا استاذ انور ما عندنا غير جسر واحد في تكريت اللي هو هذا زمن طاهر يحيى الله يرحمه. لا مو هذا، اذا احكي لك الرئيسي هذا ما دمر، هذا بدوا به بسنه 12 وما كملوا، هذا يربط جامعه تكريت بناحيه العلم، هسه صارت قضاء يمكن هذا ما كملان يعني مو مدمر، ما كملان مو مدمر. لا 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 الدمر الجسر الرئيسي مال تكريت اللي يعبر هم على العلم على ابو عجين ذاك هو عاد، هذا لا ما ذكملوا وقف ما اعرف وين المقاولين صار له 11 سنه واقف، صار له 11 سنه واقف. تمام بالضبط تمام. ابدا اسالك هذا عشتيده صورها الهاي. نعم والله صدق عشتيده بس لا بس اشكر يعني دزلك هاي الفيديوهات يا سيد المحافظ، يا سيد المحافظ ما ترجع يا سيد المحافظ، روح على محافظ نينوى سيادة الفريق المقاتل نجم عبد الله الجبوري، او روح هناك محافظة كركوك، محافظ كركوك هم استاذ ريكان سعيد والنعم منهم، وتعلم منهم بالموصل بنولهم جسر عمروه، ما تقدر تجيب اللي عمروا بالموصل تجيبهم قول لهم تعالوا تغدوا يومنا بتكريت وخلي يشتغلون. شنو 12 سنه مهمل؟ لا شنو ايش سويت؟ انا اشكرك وصلنا ختام اكو هوايه، انا وصلنا لنهايه الحلقه، نواصل الثلاثاء المقبل. شكرا لحكيم تكريت الاستاذ هاتف الثلج، ملاحظاتكم حياكم الله باي وقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حمداني راجع بالله تشاو جاو 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 انور كاشفهم صوته راعي.